مشكلتنا الحقيقية تكمن صدقا بأن الشباب وصلوا لمرحلة من التذمر أن فقدوا الثقة في فاعليتهم كشباب على أرض الواقع للأسف. فكانت فكرتنا الرئيسية أنه لا، من صلب الشباب ومن نفس الشباب سيكون التغيير القادم. للعدالة، للمساواة. طب احكي، اعطيني اشي بمسني شخصيا. الواحد بيرجع بيحكي انه بلكي نصوت لحدا شوي احسن، نحسن شوي، انه نتغير، نقول هالمرة قرارنا.